بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم طالبات مدارس هانز الاهليه المصار المصري فيرست بريف. ده عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصلنا مع بعض يا بنات لاخر ليسون معانا في الساينس، ليسون 2 ادابتيشن اند ديفرستي اوف ليفنج اورجانيزم، يعني التكيف والتنوع في الكائنات الحيه. تمام، الليسون دوت ليسون جميل وكويس، بس برانشت كتير، دي برانش كتير، فلازما مع بعض ناخده ستيب باي ستيب. نيجي نشوف اول حاجه عندنا التنوع في الكائنات دوت نتيجه ايه؟ نتيجه ان البيئات مختلفه. هنقول انفيرومنتال تشينج زي مين؟ كلايميت، كلايميت تشينج، والفود ديفرستي، والاكزيستنس اوف ووتر، هل وجود الميه او لا، والحاجات دي بتخلي الحيوانات نفسها تتنوع شكلها وتركيبها. يبقى فمثلا عندنا الاكزامبل اللي مديها لنا هنا كامل ليمز و هورس ليمز. هنقول في الكامل كامل باد ended with in a thick flat one to enable the camel wanders through the hot desert sand. يبقى هو عشان الكامل يمشي في جو الصحراء لازم يكون البادز بتاعته، الخف بتاعه بيكون الجلد بتاعه سميك عشان يقدر يتحمل درجة الحرارة. كمان هنقول ان احنا عندنا الهورس لمس هورس هوف اند ان سترونج سوليد اند، بتبقى الهوف بقى اللي هو حواف الهورس اللي هو الحصان بتبقى صلبة جدا to help the horse go through the rocky soil. تمام، طيب من هنا هنوصل يعني ايه كلمة adaptation؟ it is a modification of living organism behaviors or its body structure or even the biological function of its organs to become more adapt to the environmental condition where it's living. يبقى انت بقى تغير في ايه؟ اما ان هو تغير في البيهيفيور تصرفات او في البادي ستراكشر اور ايفن بيولوجيكال ستراكشر اوف ذا اورجان اوف اتس اورجان تو بيكام مور ادابت. يعني التغير ده اما يكون في البيهيفيور تصرفات او في البادي ستراكشر نفسه تركيب الجسم او في فانكشن معينه في الخلايا، ده كده هيبقى فيه عشان تتناسب مع البيئه. يبقى من هنا نوصل ايه هو type of adaptation اللي انا قلتهم التلاتة في definition: structure adaptation وfunction adaptation وbehavior adaptation. اول حاجة عندنا structure adaptation زي مين؟ زي the modification in the structure of one of the body organ. زي مين؟ زي البادي، زي الكامل بادز وزي الهورس هوف. الfunction adaptation هنقول the modification in some tissues of the and organ of the body. زي اللي بتحصل فين؟ the secreting poison in snakes في حالة الثعابين، بيبدأ ان في خلايا معينة بتطلع secrete البايزنز، ودي تبقى خلايا يعني الجسم ميبقاش كله خلايا زي دي، لا هي خلايا معينة هي اللي بتتكيف وتتغير انها تقدر انها قدرة انها افراز البايزنز. كمان سيركيتنج سويت ان مين؟ ان هيومن ان ذا كيس اوف ذا هاي تمبريتشر، في حاله درجه الحراره عاليه بتلاقي ان في سويت جلاند بتطلع الخلايا اللي بتفرز العرق عشان الجسم بتاعنا يفضل رطب في درجه اثناء درجه الحراره عاليه. كمان behavior adaptation it is the modification in the behavior of the living organism. زي ايه؟ بيحصل تكيف وتغير في behavior نفسه تصرفات الكائنات. زي مين؟ زي the activity of birds during day night and bats at night. يعني البات الخفافيش بتعيش وتبدأ الاكتيفيتي بتاعتها، الاكتيفيتي بتحصل بالليل بينما كل البيردز التانية during day night. كمان bird migration at certain time of year، يعني ان بعض الطيور بتعمل migration يعني تهاجر من مكان لمكان. طيب هتعالوا بقى نشوف هنا اسباب adaptation. يبقى reasons for adaptation، اول حاجة for animal وfor plants. for animal the most important reasons for adaptation in animal are to move in different environment to get their food from surrounding environment or to escape from enemies. يبقى انها بتغير شكلها عشان تقدر انها تتحرك، او زي اللي ما خدناها في الكامل والهورس، او عشان to get their food تتغير شكل السنان بتاعتها او تتغير شكل كده عشان تقدر انها تتكيف مع الاكل، او انها to escape from enemies. طيب plants most plants adapt to different enemies condition. طيب في الليسون ده البلان اللي احنا نمشي عليها، اول حاجة عندنا الـ first adaptation and motion diversity in mammals، دي هناخدها بالتفصيل، ده الـ first. والسكند عندنا
adaptation and natural of food اللي هي في البيردز والانسكتيفيروس plants. وبعدين هناخد adaptation and the environment as الهايبرنيشن والاسترفيشن والبيرد مايجريشن والكاموفلاج. اوكي هندرس كل حاجة من دي بالتفصيل وهنفهم الديفينيشن بتاعتها وايه اللي بيحصل فيها. اول حاجة هندرسها منها adaptation and motion diversity in mammals. هنقول عندنا mammals live in various environments في اماكن مختلفة، فاكيد طبعا الموفمنت بتاعتها هتختلف، فمنها walking منها flying منها swimming منها climbing منها دايفنج. يبقى اختلاف البيئات هتؤدي الى انها الحيوانات هتمشي بطرق مختلفه. طيب لما نيجي نشوف التيبل اللي عندنا هنا هيقول ان الماملز عندنا بتختلف، يحصل ادابتيشن وموديفيكيشن ان سام ماملز فرونت ليمز، يعني في الليمز بتاعتها في الاطراف بتاعتها تو موف ان ديفرنت واي. فاول حاجه عندنا الويلز والمثلا والدولفين والسي لاين بيحصل ايه؟ The front limbs are modified to become paddles. paddles اللي هو زي مجاديف كده، بتبقى زي اللي هو عشان تقدر انها تمشي في المية او دايفنج في المية. يبقى to perform the function and swimming in the and diving in mean in water. كمان عندنا البات اللي هي البات اللي هي الخفافيش. The front limbs are modified into wings. الفرونت limb هتبقى عشان تعرف تطير، يبقى الفرونت limb هتبقى wings. ليه؟ to form the function of flying طبعا. طيب في حالة الهورس the front limb modified into leg، الأطراف بتاعتها تبقى تتحول لرجل قوية to perform the function of running. طيب في حالة المونكيز and gorillas اللي هو في الغوريلا the long limbs تبقى دي هتبقى طويلة شوية، هنقول are due to elongate elongation in the bone of the front limb and fingers. يعني تلاقي دي طويلة شوية عشان يعرف ان هو يتسلق الجبال سوري يتسلق الايه الاشجار. يبقى to perform the function of mean climbing trees and catching things. يبقى تلاقي دي طويلة قوي elongation في البون of front limbs and finger. اوكي ده كل ده هي حلوين تبع مين؟ تبع structural adaptation، يعني تغير في الشكل تكوين نفسه تكوين الأورجانز اسمها structural adaptation. تمام طيب كده وصلنا للجزء اللي احنا ناخده ده النهارده، اشوفكم المره الجايه ونكمل بقيه الدرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.